نشارك اليوم في نسخة ثانية من يوم التواصلي والتعريفي لصناعة الطيران لفائدة شابات وشباب إقليم نواصر. هذا الحدث تم التنظيم ديالو من طرف وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الشركة العالمية بوينغ، وكذلك الخطوط الملكية المغربية اللي استضافت هذا الحدث، الجمعية المغربية لصناعة الطيران، وكذلك إقليم نواصر ووزارة التربية الوطنية. في هذا اليوم التواصلي تمكنوا الوليدات التلميذات والتلاميذ من القيام بعدة أنشطة وورشات، تمكنوا كذلك من التعرف على صناعة الطيران، وكذلك اكتشفوا عن قرب الطائرات. الهدف من هذا اليوم التواصلي باش يتعرفوا هاد الوليدات هاد التلميذات والتلاميذ على قطاع صناعة الطيران اللي تتميز به الإقليم ديالهم، وكذلك باش يكون عندهم واحد الإلهام باش إن شاء الله يشتغلوا في هذا القطاع في المستقبل. وكيف ما تتعرفوا الحمد لله في 20 سنوات أخيرة تمكن المغرب من بناء قاعدة صناعية مغربية الحمد لله بجودة عالية وبمواصفات عالمية، وهذا بفضل رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة صلى الله، وكذلك بفضل رأس المال البشري وكذلك المهارات والخبرات ديال الشباب ديالنا. الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تشجيع الطالبات والشابات والشبان في المملكة العربية المغربية على الاهتمام بموضوع الستم. ماذا نعنيه في الستم؟ يعني التكنولوجيا، العلوم، الهندسة، الرياضيات. لاحظنا كثيرا عندما يدخلوا الشباب والشابات الى هذه الوركشوبس، لاحظنا انه ما بيعرفوا انه هم مهتمين بموضوع العلوم، وكثيرا منهم تقدموا في موضوع العلوم واهتموا بالانتساب الى قطاع الطيران. فنحن كشركة بوينغ نحن نهتم بعمل الموازنة بين الاستراتيجية الدولة المغربية المملكة المغربية واستراتيجية بوينغ، ولاحظنا انه القطاع في قطاع الطيران انه عدد الطائرات سيزيد خلال الاستراتيجيه من 50 طائره الى 200 طائره في 2037، وخطوط المملكيه المغربيه ستكون موضع هب في كل افريقيا، وتمارس مش فقط الطيران الاقليمي ولا الطيران الدولي والمسافات البعيده. وهذا يتطلب التوظيف ويتطلب تاهيل الشبان والشابات على تنمية مواهبهم الفكرية، التعليمية، التقنية، المهنية. وكيف نعمل هذا؟ إحنا كشركة بوينغ بنقوم بالتعاون مع منظمات خبيرة بهذه الأمور. فعلى سبيل المثال نتعاون مع Education for Employability اللي هي التربية من أجل التشغيل، والهدف الأساسي تخريج كل سنة حوالي 500 إلى 600 طالب بين عمر 18 و25 في نطاق الطيران، Careers for Aviation، الوظائف من أجل الطيران. وكذلك نتعامل مع أميديست في برنامج هو اسمه الستم في سبيل الاستدامة، ولاحظنا أنه 60 طالب تخرجوا هالسنة تعلموا وتوظفوا كيفية التخلص من النفايات والمياه في الأرض الخضراء. هذا شيء كتير بيهمنا باعتبار حين نحن على Zero Emission بالنسبة للطيران. نتعاقد كمان مع أميديست في مجال الانتربرينورشيب وتوعية الشاب والشابة على موضوع الانتربرينورشيب وتأسيس شركاتهم، تأسيس شركاتهم في مجال في قطاع الطيران أو غير قطاعات على حسب مواهبهم، وهذا يفتح مجال التوظيف أيضا. وأخيرا أيضا نتعاون مع مش بس مع الشاب والشابة الطبيعيين، مع الشابة والشابة اللي هن مصابين بالداون سيندروم، وبتخرج كل سنة حوالي 600 إلى 700 شخص شاب وشابة مهيئين بالعمل الانفرادي، الاعتماد على الذات، ممكن يكون طباخين، ممكن يكونوا فنانين، والأعمال اليدوية والمهنية. فشركة بوينغ نحن كثير بهمنا الاهتمام بالشاب والشابة، وليس مسؤوليتنا نحن بيع منتجاتنا وبيع خدماتنا، نحن بهمنا كثير الشاب والشابة الموجودين في المجتمع.